بالمشهد خلني العراقي نشوف السيد يمين وشمال. وبالتالي عندما يقوم رئيس الوزراء بإدارة الملف بحنكة إدارية بعيدة عن الإعلام السياسي بالتأكيد ستكون هناك نتائج جيدة. خليني سيد عباس أتحدث عن زيارة السيد ظريف إلى بغداد، وأيضا التقى بعدد كبير من السياسيين العراقيين وأيضا الزعامات العراقية. هل هناك كانت رسالة من الجارة إيران إلى الفرقاء السياسيين والأصدقاء السياسيين داخل العراق؟ والله أنا قبل لا أجاوب قلت أؤمن أن الكاظم مبخوت بحيث القريب والبعيد. لا أنا ما أتصور يعني الكاظم اعتزازي بآرائكم الكريمة، ما أتصور يعني القضية بشخصه أنه نجح بهذا الملف من عدم. الأخ السيد الغضنفر الشيخ ذكر بدقة المهمة اللي جاية بها حكومة الكاظم. الدولة العراقية نجحت معقولة الدولة العراقية نجحت لأن صبرت كثيرا، أمطت من نفسها كثير. شوفوا أكو نقطة جدا مهمة كل نلتفت لها، المنطقة بمجمل معطياتها بها محور وبها موظف. بها اللي يسولف وبها اللي يقولوا له سولف. إيران استمرت بهذه السياسة لولا الصواريخ البالستية ولولا الكفخات اللي قدمتها ولولا ثبات المقاومة ولولا الضربات المسيرة وضربات الجسم، ما حد يجي للطريق. ماكو حسكه مرات يقولون ما مرات ما يتحمل البرنامج. خل اقول لك شغله، ايران انضعفت داخليا، هذا التحدث هذا خطر على عيني وعلى راسي. لك هذا هذا الضغط هو منذ 40 سنه، هذا الضغط نعم موجود ووصل الى حافه يعني الضغط واقعي. لا هو اكو ضغط جدا واضح. شو احنا شو اللي يخفى؟ انه اكو اصلاحيين واكو محافظين واكو ضغط داخلي واكو خيانات وزاد مستشهد وطنزن ضربت واكو شخصيات. هذا صراع كبير، صراع محاور. لكن وين اكو القضيه؟ القضيه انه انت تجي الى ساحتي وتقبل بشروطي، هاي جيده. ايران استمرت بهذه السياسه وطلبت بهذه الاوراق واجت هسه خو بالعكس من مصلحه العراق، مصلحه الكويت، مصلحه قطر، كل دول. ولا هو اليوم واحد اذا انغلقت مثل ما ذكر الدكتور هاني، انغلقت بحادثه السويس اثر على مجمل الاقتصاد العالمي، فكيف احنا من كان يتوتر مضيق باب المندب وغيره ومضيق باب هرمز وغيره؟ هذا الضغط الداخلي اللي عشناه، اي توتر. حادثتين صارت بدبي، حادثه الناقلات صارت مشكله. طيب جدا نرجع لكل علاقاتنا وتستمر القضيه واحنا كنا نستثمرها بما يفيدنا، مو طريق الكويتي، طريقه الحرير يمر على الكويت ويعبر على السعوديه ويرجع على الرمادي وتفلس من عنده من خانقين للفاول والبصره. هاي الناس لا، يكون اكو معادله حقيقيه، يكون اكو حجم داخلي. المهم جدا انه انا امام معادله جديده، خمس اشهر انا لحكومه الكاظمي. الفشل بالملف الداخلي، الزيارات اذا تحكون عن الزيارات، يا عم احنا زياره لندن دافعين 150 الف دولار في سعر الفندق لين طلع الزياره، احنا رايحين ما بالخطار، احنا رايحين زياره واشنطن قلنا على اساس تجيب 8 مليار، طلع التوقيع على 3 سنوات اللي بدا ضغط عليه. حكينا على النهايات، مجمل مرات احنا نحكي عن النهايات. يعني العراق الان استطاع ان يكون الان هو المحور اللي ليش عمليه ليش العراق والحوار بين العراق لو ما منتصف بين طرفين لطالما وجهت لهم الاتهامات بانهم هم يعبثون بالساحه العراقيه. استاذ زياد ولا هون تتهم المملكه استاذ زياد ولا هون الجماعه، لو ما منتصرين احنا مع داعش تجي هاي المعادله، لو ما منتصرين كعراقيين مع داعش، لو ما منتصرين بمعادله الثبات والوحده رفضنا انه يصير اقلمه ويصير تقسيم وغيرها، يصير هذا الكلام. لو ما احنا لا احنا 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 قدمنا، فاحنا شو نقول؟ نقول هذا جهد العراقيين، هذا العراقيين، وهذا دماء الصابرين والشهداء اللي استطاعت أن تجعل من العراق ويثبت العراق بلد محور ويثبت بقلي. وإلا شنو اللي غير من 5/2017 اليوم يتنغم؟ لكن الزيارات للسيد الكاظمي يقول لك انفتح دوليا على العالم ورجع العراق إلى ريادته العالمية والدولية والعربية. هذه الزيارات طبيعية جدا، طبيعيه جدا. اليوم واحد من المهام والملفات مره ياخذها، مثل ما قلنا بحكومه عادل عبد المهدي قال يا عمي برهم صالح انت خذ لك فره، 6 شهور وكانت هو والسيد الحلبوسي قاموا، هذه طبيعي جدا. مثلا موضوع التفاهم مع الشرق الشام الجديد وغيره، هذه تفاهمات، لكن هذه التفاهمات مو يرسمها الشخص،
نعم. مو ترسمها. احنا الخلل اللي عندنا ما جاي تطلع عندنا بناء دوله. هذا الراي اليوم اللي طلع به السيد الكاظمي هو راي طرحته وزاره التخطيط ووزاره الدوله وشؤون الدوله، واستانسوا باراء المستشارين وقعدوا مع كبار القوم وفهموا وطلع راي قوي بحيث انه هذا راي الدوله العراقيه بهذا الملف. نعم. لو راي الحكومه. فلهذا احنا نعيش مرات تناقضات، يعني هسه مو كلها راضيه على التفاهم مع الاردن باعتبار نفسنا نشوف نفسنا جاي ندفع 100,000 برميل بكذا ظروف، بس ممكن احنا نغض النظر عن التفاهمات الداخليه، لان نقول مره ثمن المال ممكن يرجع العيال، ممكن هذا انطيه المحافظه هاي وانطي هاي المحافظه في سبيل عيد الاستقرار. فانا اقول انه احنا من الظلم للمشروع نفسه انه يتحمل الكاظمي. لا، الكاظمي بهذا حجمه يؤدي دور، اي صحيح يؤدي دور، لكن الوظيفه الكبرى هي وظيفه القبول، والدليل من راد يروح السيد يعني وظيفه القبول من الجاره ايران؟ لا، الاتصال الامريكي لولا رضا بايدن ولولا رضا العوامل الخارجيه ما يصير. مو قلت لك انا ايران فاتحه ايد هذا المشروع قديم، ترى ظريف جاب هذه الزياره سابقا. سيد عباس شنو الكاظمي اداه؟ طبعا اداه. لا شنو؟ لا ما يصير لا هذا وجهه نظر. واضح وجهه نظر. انا صح مو قلت لك انا مبخوت بحيث من المقدمين للضيوف ما لا، وجهات نظر. العوامل مو عوامل طبيعيه. انت يعني اليوم احنا ما عشنا ظرف طبيعي وكان خيار كل الشعب العراقي الكاظمي خل تدخل انتخابات وخل يفوز. هذا العمليه الديمقراطيه تتحمل هذه الاقوال واكبر من عندها. اليوم المسار مسار احنا كنا نعرف انه ظرف طارئ، مثل ما حب عمك حب خالك.